السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا اليوم؟ ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات ديال كاوكاو. كما كتشوفوا كاوكاو ديالي رانا كنت سلقته من قبل وقشرته، وهنايا غندوز نطحنه. وراني حيدت واحد تقريبا واحد الحفينه حيدتها باش نقليها في الزيت. مهم هانتوما معايا البنات في الفيديو. كما كتشوفوا هنا طحنت الكاوكاو ديالي، طحنته مزيان حتى كنحصل على هذا الشكل اللي كما كتشوفوا. قلنا كنوضع واحد الكاس ونص ديال السكر سنيده على الحساب نتوما شحال غادي ديروا في كاوكاو. المهم كنبدا نبسبس في الخليط ديالي مزيان، من بعد غادي نردو في الخلاط، غادي نعاود نطحنو. كما كتلاحظوا معايا غادي نعاود نطحنو مزيان حتى كتدخل ليا السنيده ديالي في كاوكاو. هنايا البنات غادي ندوز ديك شويه اللي حيت، غادي ندوز نقلي في الزيت، غنقليه في الزيت بارده. كتلاحظوا البنات الكاوكاو ديالي من بعد ما طحنته السنيده، وهذا هو اللي قليت في الزيت، رانا طحنته مزيان حتى ولا ليا بحال العجين. انا عندي المسكه الحره، طحنتها هي وسكر كلاصي، ماشي طحنتها البنات، غير دوزتها في الكاس كما كتشوفوا. وعندي الماء الزهر، وعندي واحد المعلقه ديال الكونفيتير تكون نوعيه جيده، وهنا عندي النكهه ديال اللوز. وهاد النكهه ديال اللوز البنات كتبقى اختياريه، اللي بغات تضيفها تضيفها، اللي ما بغاتش تضيفها تستغنى عليها، غير هي كتعطي واحد الطعم رائع. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده. هنا البنات رانا ذوبت ديك المعلقه ديال الزبده، كنضيف الخليط ديالي ديال الكاوكاو، وكنضيف الكاوكاو اللي راني قليت في الزيت، وكنضيف المسكه الحره اللي طحنتها هي وشويه ديال السكر كلاصي، وكنضيف راس معلقه ديال نكهه اللوز اللي عطات البريوات ديالي واحد الطعم رائع. وهنا البنات ضفت الكونفيتير ديال، يعني اي كونفيتير عندكم، ولا تقدروا تضيفوا العسل. هنا البنات غادي نبدا نحرك الخليط ديالي جيدا، غادي نعجنو مزيان وغادي نعلكو. البنات الا بدا كيطلق لكم الزيت ديالكم الزيت ديال الكاوكاو، ولا بدا تيطلق حاولوا انكم تردوه بالدليك. هنا غادي نبدا نوضع الماء الزهر بشويه بشويه حتى نجمع الخليط ديالي. كما كتشوفوها هي العقده جات رائعه وجات غزاله كما كتشوفوا، تبارك الله عطاتني بزاف. انا البنات غادي ندوز نكورها كويرات صغار، غادي نعمر بهم البريوه ديالي او البريوات ديالي. ها انتما معايا
هانتوما البنات من بعد ما كورتهم كويرات صغار، انا جبت الورقه اللي ضروري البنات تكون في شي بلاستيكه. هنا البنات غادي ندوز نقطعها، غادي نقطعها بهذا المسطرة البنات بشكل طولي، ونستعن بالمسطرة والمقص. وهنستمر بهذه الطريقة البنات حتى نكمل الورقة اللي عندي. من بعد البنات مقطعت الورقة ديالي بشكل طولي كما كتلاحظوا هنا، هي غادي نستعن بالزيت، يعني سطح العمل ديالي ندهنو بالزيت، والورقات ديالي حتى هما ندهنوهم بالزيت، وفديك الزليفة الصغيرة دايرة الماء والدقيق باش غادي نقلص الخليط ديالي. كما كتشوفوا البنات غادي نحط كل كويرة في المستطيل ديالي، ونبقى نلوي الورقة ديالي، ونبقى نضغط ونجمع الجوانب مزيان، يعني إذا جاتكم شوية طويلة تقدروا تنقصوها. أنتم البنات هنايا كنشدو، يعني أنا كنلوي وكنقاد وكنجمع. بهذه الطريقة متحاولوش البنات تصيرو باش ما تجيكمش مزيرة، ديتي وتقليوها تفرقع عليكم. دائما البنات كتلصق بالماء والدقيق. خليكم معايا البنات حتى نكمل الكميه كامل اللي عندي، ما تمشيو فين. انا كما كتشوفوا راه غادي نحاول نقطع ما غاديش نخلي داكشي زائد، يعني كنحاول اننا نقطعها. مهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي من بعد ما قديتهم، كيجيو هكايا. المهم غنخليهم واحد السويعه د المكان ينشفوا، وهنا كندير الزيت كتقلى في واحد الكاسرونه، وكاسرونه الثانيه فيها العسل كما كتشوفوا، هذا هو العسل. المهم البنات هنايا غادي نقلي البريوات ديالي،
راه ما كيتحلوا معكم ما والو. المهم اللي كتخليوهم ينشفوا مده طويله كيجيو رائعين ما كيتحلوش ليكم في القلي. واللي بغى طيبهم في الفرن طيبهم على حساب نتوما شنو بغيتوها. هما البنات البريود ديالي من بعد ما درتهم في العسل كنخليهم يترقدوا مزيان في العسل، متخليهمش يتحمروا بزاف. مهم غير ياخذوا داك اللون الذهبي وطفيوهم في العسل، غادي يكملوا الطياب ديالهم في العسل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعاليق الزوينه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع فكره جديده. ومع السلامه.